هذا الالتزام قائم. احنا الان عم نعيش تشتت جغرافي وسكاني لسابق، فان غزه قائمه بذلك، فان الضفه قائمه بذلك، فان منطقه 48 خارج نطاق البحث، لا لسلطه غزه ولا سلطه الضفه، فان موضوع اللاجئين خارج اي اهتمام لا سلطه غزه ولا سلطه اللاجئين يهتموا بنفسهم، يعلوا عشوكم بإذنهم، يتصرفوا، يتحملوا مسؤولية نفسهم. ممكن نتعاطف معهم إنسانية. يعني على طريقة أبو مازن لما تعاطف إنسانيا مع ما يعانيه الفلسطينيون في مخيم اليرموك، بأنه فتح صندوق للتبرع لمساعدة أخواننا اللاجئين اللي عم بيهاجروا من مخيم اليرموك. مثل اي مؤسسه، مثل اي جهه انسانيه بالعالم ممكن يعني تتعاطف انسانيا مع موضوع اللاجئين. اما سياسيا ممكن نمارس ضغط على الدول اللي هي عم تتغذى الارهابيين. السعوديه من حلفائك يا ابو مازن، قطر حلفائك يا ابو مازن. هاي قطر والسعوديه هم اللي عم بغذوا الارهابيين. هم اللي دفعوا للدخول مخيم اليرموك تحت حجه انه هذه نافذة الى احتلال دمشق. تفضل ادري اتصالاتك مع هذه الدول لتسحق يعني جماعتها من مخيم اليرموك اذا كان بدك تسلم بشكل كبير. فهذا الموضوع خارج البحث من الطرفين. غزة كون كرست كسلطة قائمة اصبحت يعني كل ابواب الاتصال مشرع امامها. اوروبيين بلشوا يرسلوا وفود، طبعا الوفود الاوروبيه بهدف تكريس الانقسام، بهدف اشعار حماس انه انتم سلطه قائمه بذاتكم، احنا مستعدين نعترف فيكم. مثل ما قال ابو مرزوق احد قياده حماس، ايضا هاي تجدوها الواحد عندكم بالورقه بين ايديكم، انه احنا عندما تتصل بنا كل هذه القوى الاوروبيه اللي كانت تعتبرنا ارهابيين سابقا، هذا دليل انه احنا يعني قوه معترف بها، وانه احنا مؤهلين لان نحكم غزه، ونحن مؤهلين لان نحكم غزه، لان هو عم بكرس نفسه حاكم دائم لقطاع غزه. ما عاد باي شيء اخر، ما عاد مهتم بشعار تحرير فلسطين المقاومه، هذا موضوع اخر. السبب الاوروبيين ركزين على موضوع قطاع غزه، وايضا اكثر من هيك ما عاد الاتصال مع الاوروبيين، صار الاتصال مع الاسرائيليين عن طريق تركيا فقط. قد ايضا لم يعد بخيا، واصبح بعض القاده الحماس يعترفون بهذه الاتصالات غير المباشره تحت حجه انه احنا بالاخير يعني في عندنا دمار، في عندنا حصار، اذا كان ما قدرنا وفتحنا ابواب الاتصال يعني مع اطراف عديده بما فيها اسرائيل، هذا امر واقع. يعني احنا مضطرين نتصل مع اسرائيل، لكن مش بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، حتى نستطيع يعني ان نعيد الاعمار، حتى نستطيع ان نرفع الحصار، حتى ننقذ شعبنا من عمليه الاحتلال اللي عم يتعرض لها. يستطيعون ان يجدون كل مبررات لقيامهم باتصالات مع العدو، لكن هاي وين بتوصل؟ بتوصل كما اشرت لتكريس الانقسام، بتوصل لانه حماس كشفت او يعني تضحك حقيقتها، لانها ليست الرهان التي كانت تطرح نفسها ليقوله بالمستقبل. ماذا الرهان للمقاومه؟ ماذا الرهان للتحرير؟ كل شعاراتها التي كانت تطرحها سابقا لتبرر يعني استلامها للسلطه فقط سقطت في قوه المقاومه، رغم انه الان ايضا يمكن ان نسمع تصريحات قبل ما اجي لهون على التلفزيون، يعني محمود الزهار احد قاده حماس البارزين يعلن باستعراض عسكري لقوات عسكري لحماس، بأن حماس أصبحت تمتلك قوات
قوات تمتلك القوات تمكنها من تحرير كامل فلسطين. طيب يا اخي اذا عندك كل هاي القوات اللي تمكنك من تحرير كامل فلسطين، ليش هالادراج حالك على الاوروبيين؟ ليش هالادراج يعني خاضع لاتصالات مع اسرائيل وغيره وغيره مع الخليج قطر وتركيا؟ يعني حررها، خذ هالمعركه حررها، خلي الناس يعني تركض وراك. واضح يعني هون هذه التصريحات اعتقد انها جديه، هي عباره عن تغطيه للاتصالات، انا في تقديري عباره عن تغطيه للاتصالات التي يقومون بها يعني مع اسرائيل، او عباره عن توزيع ادوار، او اعتبار عباره عن رسائل يعني للاسرائيليين وغيرهم انه سهلون لموضوع الاتصالات السياسيه حتى تتجنبوا امكانيه بناء يعني معارك قادمه. على كل هذا هو يعني الواقع اللي احنا عم نعيشه في الوضع الفلسطيني. هون ممكن نشوف يعني نقطة حول موضوع الوضع العربي، كل هاي الصراعات العربية قديش ممكن تأثر على الوضع الفلسطيني. أنا خليني يعني قصدت من خلال بداية حديث أن أشير أن هذا النظام العربي أصلا تاريخيا نظام وشواطع قضية لم يكن النظام العربي الرسمي يوم من الأيام حليفا للنظام الفلسطيني أو للنظام الفلسطيني. يمكن الفترة الوحيدة تجاوز، يمكن الفترة الوحيدة اللي كانت فترة عبد الناصر، فترة النظام في مصر. أما ما عدا ما في أي نظام عربي كان، حتى سوريا اللي فضلت النظام الفلسطيني ضمن حسابات سياسية خاصة بها، لا ممكن لا حسابات سياسية. المهم النظام العربي كنظام عربي رسمي كان متواضع في الفترة العربية. الآن عم يتضح، ما بدي أدخل في تفاصيل انهيار النظام العربي أو الوضع العربي الرسمي، صراعات الدائرة الآن القائمة بينهم، أن والله في ظل هذه موجة الصراعات الداخلية القضية الفلسطينية عم بتكون منسية، ما بدي أدخل بها، لكن بدي أشير لجوانب جنبين على في الجانب الأول اللي عم يتضح، بأنه علاقات إسرائيل مع هذه الأسر العربية مش جديدة، مش وليدة الصراعات القائمة الآن. عم يتضح أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية علاقات قديمة، والاتصالات بين أمراء سعوديين وإسرائيل لها وقت سابق قبل كل الأحداث التي تجري الآن في المنطقة، ولهذا أكثر من مسؤول إسرائيلي بما فيها نتنياهو وجازد أعلنوا بأن لهم حلفاء في المنطقة العربية وعلى رأس السعودية، أحد أمراء السعودية يعني رحب أنه على استعداد أن يزور إسرائيل في أي مناسبة قادمة. في فريق رياضي كان قبل فترة، فريق رياضي إسرائيلي يدخل بمباراة مع فريق رياضي سعودي بالسعودية. هذا وليد علاقات سابقة بدأت تظهر الآن، هذا مثل أول. مثل ثاني، تبين أنه من سنة 76 شركة الخطوط الجوية الكويتية اللي أسسها اثنين يهود بجوازات أمريكية بتكليف من إسرائيل، الآن يعني أسسوا شركة الدوران الكويتية وأنفحت فيما بعد لاحقا، بدأت شركة خاصة ثم تطورت إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية. المكاتب الممثليات الاقتصادية في قطر في الإمارات ما لها علاقة بالوضع الحالي، من قبل شي 10 سنين في ممثليات لإسرائيل اقتصادية في قطر وفي الإمارات وفي عدد من دول الخليج. إذا علاقات إسرائيل مع هذه الأنظمة المدعية العربية مش جديدة، ما لها علاقة بكل التغيرات والصراعات القائمة، هي علاقات سابقة وقديمة. النقطة الثانية اللي بدي أشير
لها في موضوع الوضع العربي الحالي انه الان الانظمه العربيه الان تطلع بشيء اسمه مشكله لاجئين، وانه هذول حرام مساكين وغلاب ويجب ان يوجد حل لهم. وشو الحل اللي عم تطرحه هذه الدول العربيه من السعوديه للامارات للاردن؟ شو الحل اللي عم يطرحوه؟ هذا حل عم يجي تداول الان لمختلف الاوساط السياسيه العربيه والدوليه. يعني في الحل الان اعاده المشاريع السابقه لتوطين اللاجئين. كيف يمكن ان نوطن اللاجئين؟ بعض دول الخليج عم تبحث امكانيه توطين الناس الفلسطينيين العاملين في هذه الدول، الذين يعملون في هذه الدول. طيب نوطنهم، خليهم يعني نعطيهم يعني اقامات دائمه ويبقوا في يعني نتعامل معهم كمواطنين. دول الامارات عندها استعداد لتمويل توطين اللاجئين في اي بلد اخر، لبنان مثلا عنده استعداد لتوعيه اللاجئين الموجودين فيه، لكن يحتاج الى تمويل. الاردن نفس الشيء عم ببالي بالتمويل، ويعلن الاردن انه انا مستعد اوطن اللاجئين اللي عندي لكن بدي تمويل. نفس الشيء لبنان. الدول التي لديها لاجئين وتحتاج الى تمويل تأهيلهم أو توطينهم، الإمارات مستعدة يعني تغطي عن التأهيل. إذا الآن في ظل هذه المعمعة يعني في ظل وضع سياسي فلسطيني المنهار يعني بلا قيادة لمبدع وبلا برنامج بلا رؤية واضحة محددة، في ظل الوضع العربي عم نشوفه كله قديش متأزم، في ظل هذا الوضع مش منسية فلسطين مذكورة لكن بطريقة غلط. مذكورة خلال انه في مشكلة اسمها اللاجئين، خلينا نوطنهم حتى خلاص نحل هذه المشكلة. ومذكورة من خلال ما يجري في موضوع قطاع غزة ومحاولة يعني احتواء هذا القطاع وتكريس عملية الانفصال. إذا فلسطين مش غايبة، كل هذه المعمعة موجودة لكن في إطار التآمر والتواصل على قضية فلسطينية وعلى شعبها. بعد كل هذا العرض يعني هل هذا يضعنا أمام طريق مسدود؟ هلا أولا أنا من الناس الذين يؤمنون بأنه في مراحل التاريخ يحدث فرس حقيقي. عملية الفرس بين قوى التغيير والقوى المعادية للتغيير فبتمر ببساطة. أنا أعتقد نحن في هذه المنطقة العربية بما فيها الوضع الفلسطيني عم نعيش هذه الحالة، عملية الفيز اللي بالأخير لن تكون إلا لمصلحة القوى التي تسعى وتناضل من أجل التغيير، هذا من عام. أما من خاص روح المقاومة عم تبرز، لا زالت موجودة، لا زالت متيقظة بالمنطقة. المقاومة اللبنانية لا لازم نتجاهلها، هي جزء من عملية التغيير في المنطقة. المقاومة اللي لا زالت داخل فلسطين بأشكال مختلفة بما في ذلك في غزة. في غزة صحيح حماس القوة الأبرز يعني أيضا بلشت عم تسير يعني على خط المياه نحو الحل السياسي، لكن في قوى أخرى موجودة وأثبتت وجودها. بحرب 2014 في قوتين أساسيتين يجري تجاهلهم إعلاميا لكن كان لهما تأثير ودور فاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي، الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي. كان حضور سني. هاي القوتين لا زالتا موجودتين في قطاع غزة ولا زالتا تحافظان على نهج المقاومة وعلى خط المقاومة، وأن نستطيع يعني أن يتخليا عن هذا النهج. إذا لا زالت المقاومة يعني موجودة. ثم هناك أشكال جديدة من المقاومة يعني تعبر الشعب أو تعبر فيها الشعب عن نفسه. أبرز هذه الأشكال ما نسميه الدهس، يعني سائقي السيارات اللي يعني
وين في شاف قدام المطوطنين ما بتلاقي جنود اسرائيليين يقتحمهم بسيارته. مره واحد اقتحم مجموعه اسرائيليين بجراحه. سمعت قصه الفتاه اللي يعني بسكينه هجمت على جندي اسرائيلي. يعني هاي مذهب مقاومه عم تتكون باساليب بسيطه بدائيه لكنها مؤثره. قد تعكس روح المقاومه اللي لا زالت موجوده عند الناس. تعكس هذا الالتزام بحمايه الوطن، بالحفاظ على الارض وعدم التخلي عنها، واللي عم بيعبر عنها بهذه الاشكال البسيطه، وهذه مقدمه لاشكال يمكن يعني ان تتطور لاحقا. ما في شك انه زياده اعمال هون كمان استعاره جديده من الرفيق الويزا، انا استفيد منها كثيرا في مساهماتها، انه نعم الظاهره عامه في تحليل الثورات، كلما زاد الضغط والقهر والظلم والابتهاج كلما اوجد نقيضه. العدو الاسرائيلي عم يتمادى بشكل غير مسبوق بنزعة العنصريه باساليبه القمعيه الارهابيه حتى ضد المساجين، ضد الاسرى وهم تحت قبضته. تصوروا انه اخر اسير اللي موجود بالسجن عم يسمع خطته قدر عدنان محمد علوان اخر واحد وهو بالسجن وهو ينازع لا يستطيع ان ينضج، مربوط على التخت تحت المستشفى وهو مربوط من ايد وقدم، يعني ايد قدم بمواجهتها مربوطين الى السرير. اذا هذا الانسان اللي عم ينازع عم بيرهب عم بتخافوا منه، بتربطوا ايديه واجريك بالحديد وبالكتب اللي تحت. شو في اكثر من هيك غرور؟ قديش ممكن هذا ولد ردود فعل وانعكاسات؟ الشباب في ظواهر جديه، انحراف شبابي عم بتكون في غزه في الضبط، عم بيجري استيعاب وعم بيجري قمع صحيح. يمكن حكيت هذا المثل في مرة سابقة. عندنا قيادة فلسطينية مبدعة بقدرتها على استيعاب انحراف الشباب. لما ما بتقدر تستوعبه تطفش. هاي ظاهرة شفناها بغزة وشفناها بالضبط. قبل ما اجي لهون كان ايضا في يعني ورشة او شباب عاملين ملتقى شباب فلسطينيين من لبنان في كمان عندي ملتقى كمان على قاعدة انه سؤال ما هو دور الشباب؟ ودعوني كمان للقاء تشعر انه شاب جدي، شباب جديين، شباب عم بحثوا عن حل، بحثوا عن طريق. عندما يوجد الشباب ويبحثون عن مخرج، يبحثون عن حل، إذا لا زالت الحوافز موجودة، روح المقاومة لم تنتهي. هون خلينا أذكركم يعني بشيء بدي أنهي فيه. كل مراحل التغيير الثوري في النضال الوطني الفلسطيني كانت تأتي عن طريق الشباب. المرحلة اللي حكيت لكم عنها قبل النكبة كان في رأيين لكيفية متابعة أساليب النظام، كان في القيادات التقليدية اللي بتراهن على المفاوضات والحل السياسي واللقاء مع البريطانيين، بيرسلوا وفود للندن، أحد الوفود مرة من المرات بيقعد سنة بلندن مشان يبحث عن يعني المفاوضات. من الذي انتقل بالثورة؟ نرجع للتاريخ ما بعرف هذيك الفترة، نرجع للتاريخ. من الذي انتقل بالثورة من مرحلة انتهاء المفاوضات والحل السياسي إلى الكفاح المسلح للشباب؟ مجموعات من الشباب بلشت دور ضاغط في اطار القيادات الفلسطينيه واخذت المبادرات باطلاق الكفاح المسلح، وهكذا بدات الثوره الفلسطينيه في 1990 قبل 48. نفس الشيء بعد يعني النكبه. الذين انطلقوا بالثوره كانوا شباب، انطلقوا بالثوره الفلسطينيه في منتصف الستينات.
كانوا شباب، ما كانوا يعني هلا كبروا صاروا عدد كريم، كانوا شباب الذي دائما بيحمل راية الطلبة ويفجرها بكل قوة بكل عنفوان بكل ثقة، هم دائما الشباب. ما دامت ان هذه الحالات الشبابية عم تتعبد نفسها بهذه الطريق، إذا نحن آفاق الأمل قدامنا مفتوحة. شكرا لكم.